الوصفة دي قايمة على الزبادي اليوناني، فأنا هاخد الزبادي اليوناني اهو، هبتدي اضيف له شوية اضافات وافرده على صينية بسيليكون شيت. ده ايه؟ زبادي يوناني. هنزل عليه بالعسل. انا كده بقول لكم المكونات خلاص. طب انا عامل دايت وقاطع العسل، مش عايز اكل عسل ومفيش اطفال هتاكل، وعايز اعمل الوصفة دي بسعرات حرارية اقل، اعمل ايه؟ هحط سكر دايت او ستيفيا او بديل للسكر يكون صحي ويكون ايه كده. انا دوبت الزبادي بتاعي، هاخده بقى من غير اي اضافات، من غير حاجه. عايزين بقى تزودوا فانيلا، عايزين تزودوا بشر برتقان، بشر ليمون، اي نكهه عايزين تزودوها زودوها. خلاص اهو، ده كده ايه البيس بتاع الايس كريم بتاعي. خلاص هنزل عليه بقى بالاضافات اللي انا عايزاها. ايه الاضافات بتاعتي؟ انا هنا معايا مثلا فراوله متقطعه، فراوله عايزين تحطوها سلايسز تقدروا. معايا كمان بيريز بتدي طعم حلو جدا. خلاص هنعمل ايه كمان؟ شوكليت شيبس، دي هتبقى حاجه بتشجع الولاد جدا ان هم ياكلوا او يجربوا الوصفه. ساعات بنبقى محتاجين نعمل حاجه تشجع بس الناس انها ايه، طب الله دي شكلها حلو انا هجربها. الشوكليت شيبس والالوان من الحاجات اللي بتخلي الاطفال متحمسه انها تجرب الحاجه. شكل تقديم الحاجه من الحاجات اللي بتخلي افراد الاسره كلها عايزه تجرب الحاجه. التشيا سيد زي ما قلنا من الحاجات الغنيه جدا بايه؟ بالكالسيوم. خلاص ومعانا كمان بذور لب. اي بذور عندكم تقدروا تضيفوها، عندكم باقي مكسرات تقدروا تضيفوا كده. ده جاهز انه يروح فين؟ يدخل الفريزر، هيقعد على الاقل من 4 لـ 6 ساعات ويطلع. اوريكم شكله، انا مجهزه صينيه تانية شكله يجنن.